ومن روائع ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قوله: عليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية، يعني حمية من التخليط الذي يستدعيه الجلوس مع الناس، والفكر والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما، انتبه لما بعد أما، فإنها حكمة تكتب بماء الذهب. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح قلبك رمت الممتنع. إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح قلبك، أي أردت، ثم رمت صلاح قلبك رمت الممتنع.